يواصل المستوطنون في الأراضي المحتلة ممارسة هواياتهم في الاعتداء على الفلسطينيين، اعتداءات تتخذ أشكالاً زادت وتيرتها منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر عام 2023، وأصبحت تتم عياناً في حراسة جيش الاحتلال، مثلما حدث في بلدة بيت فوريك الفلسطينية بالقرب من نابلس في الضفة الغربية المحتلة. أجاني خبر على أنه المستوطنين موجودين في الأطراف الغربية لبيت فوريك، كانوا من 15-20 مستوطن، كان المخطط تبعهم الهجوم على منازل بيت فوريك قبل الغرف الصغيرة هاي والدور، خلينا نقول اللي قيد الإنشاء. طبعا ما كدروش بهمة شباب بيت فوريك والالتفاف الشعبي لبيت فوريك مواجهة هذا الاستيطان، هذا الاستيطان البغيض اللي جاثم على صدورنا، استطعنا ان نقهرهم. اعادوا صفوفهم وجمعوا حالهم، صار العدد 40-50 مستوطن. في هذا الوقت كان حضور الجيش لافت، اجى الجيش وصرنا نحاجر عليهم وصرنا نتصدى لهم، الى انه الجنود كانوا بصفهم وكانوا بحمايتهم وكانوا يعني يطخوا علينا وكانوا يضايقونا والى اخره. المقاطع التي أظهرتها كاميرات المراقبة أظهرت ملثمين يشعلون النار في أملاك أحد الفلسطينيين ويرشقون كلباً بالحجارة في الفناء الخلفي لمنزله. الأسر المستوطنين في معهم كرات مشتعلة شبيهة، بقول لك كيف يعني بولعها خلال 5 ثواني تبقى مشتعلة، يعني ولعوا سيارة الأخ شكري، شكري حنانية، وولعوا الغرف عندي عند قيس ابني قيس حنانية وعند أحمد نصاصرة وعند محمود حنانة وعند الغرف كله، هذا السطر كلياته. وإحنا إن شاء الله صامدين في أرضنا ومش رح نطلع من أرضنا، ورح نواجههم اليوم وبكرة وبعد بكرة إلى يوم الدين رح نظل معهم. عنف المستوطنين في الأراضي المحتلة وإن كان يلقى إدانات دولية وفرض عقوبات على هؤلاء المستوطنين من حكومات مختلفة منها الولايات المتحدة، إلا أن هذا العنف لا يزال مستمراً ولا يقابل بالردع الكافي، حيث يفرض الاحتلال واقعاً يقوض أي مساع لإقامة دولة فلسطينية تكون عاصمتها القدس الشرقية.